ايه القرف ده على الصبح؟ هي ناقصاكم انتوا كمان؟ يعني ايه حفله تتعمل للمثليين؟ مين مول الحفله دي؟ ومين اداها من تصريحات الابنيه؟ انا اسف جدا، انا اسف جدا يا فندم، اسف. من امتى؟ اتفضل سعادتك. من امتى اولاد مصر؟ شباب مصر اللي زي الورد ازاي يفكر بالطريقه دي؟ المشكله يا فندم الناس كلها ما بتتكلمش عن الحفله دي. في صفحات معموله باسم مجموعه من الشباب دي بيحاولوا ينشروا افكارهم خصوصا ما بين الشباب اللي سنه صغير. مين من رجالتنا حضر الحفله دي؟ زياد البنداري يا فندم. هو بالنسبه للحفله يا فندم هو في سوء تفاهم بالنسبه لمنظمين الحفله يعني. بالنسبه سوء تفاهم؟ هنفهم كل حاجه لما زياد يجيب التقرير. فندم عاوز حضرتك تقرا الجورنال ده. مقال الهلال كامل قالب الدنيا على السوشيال ميديا. تاني يا هلال هي ناقصة. كما أقيم بالأمس حفل غنائي في مكان أثري وتم رفع علم المثليين أمام الجميع. أنا مصري والمصري معروف إنسان عظيم الله. وأثار هذا المشهد إشمئزاز وغضب الكثيرين. زيزو مين اللي خلى العيال دي ترفع الأعلام دي؟ والله يا فندم أنا اتفاجئت زي الناس كلها. وبعدين حضرتك أنا منظمة حفلات مش أكتر، أكيد يعني مش هفتش الناس وهي داخل الحفلة. هو أنتي ليه اخترت المكان الأثري ده عشان تعملي فيه الحفلة دي؟ علشان هما لما كلموني على الحفلة كانوا عايزين يعملوها في مكان أثري. بس أنت أصريت إنك تاخدي التصاريح والموافقات اللازمة من وزارة الآثار في أسرع وقت. معنى كده إنك استغليتي وظيفتك عشان تقيمي حفلة تتربحي منها. كفاية يا زياد. كفاية. أظن واضح إن الموضوع فيه سوء تفاهم. رؤوف بيه. ما تستناها برا شوية وأنا لما أخلص أبلغك. ها ست الكل. ألو. عاجبك الفضايح اللي أنت عملتها دي؟ ما ترد يا بتاع الحفلات المسموعة. ماما بعد إذنك أنا كاك مو أنت تخرس خالص. فضلت ماشيني ورا جدك لحد ما وصلنا للنتيجة اللي إحنا فيها دي. طبعاً عجبك عيشة التسيب اللي هو معيشك فيها زيزو. بس سيبيهم هما هي دول لوحدهم. جدك ده هيدمر لك مستقبلك وانا مش هسمح له. الو الو رد يا حيوان. قرف. بس يا حبيبتي بس تعالي اقعدي تعالي بس بقى تعالي لا 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 تعالي. ايوه يا جمال انا ابنك يقفل السكه في وشي. نتيجه دلع جده. يعني ايه؟ يعني هنسيب الولد يضيع مننا؟ لازم تيجي معايا دلوقتي نروح نجيبه من هناك حالا. الولد ده لازم يتربى. بقول لك ايه، انا هطيع اشوفه ولا هطيع اشوف ابوكي بعد اللي كتبه في الجورنال النهارده. جورنال ايه يا جمال؟ بقول لك الولد هيضيع مننا وهيبوظ لنا سمعتنا. خلاص يا حبيبتي روحي له انت. هو انت مش عايز تيجي ليه يا جمال؟ حبيبتي انا في اجتماع. والله في اجتماع. اجتماع. زيزو زيزو ايوه زيزو انت فين؟ تعال لي بسرعه عايز اتكلم معاك. كشف يا استاذ اللي حضرتك عايزه. ومين مين ايه؟ ممنوع اطلع اي ورقه من عندي الا باذن النقيب شخصيا. انا كنت جاي لحضرتك من طرف دكتور محمد محمدي، وكل اللي انا عايزه صوره من الكشوفات دي. مش تقول كده من الاول. طالما حضرتك جاي من طرف الدكتور محمد مش هكسفك. ده حتى الدكتور محمد بيقدرنا وسخي جدا. ما هو بعت لك دول معايا. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا استاذ يا اهلا. طب اتفضل بقى حضرتك اشرب الشاي ده. على فكره مش هتشوف منه قبل ما اطلع لك كشف اسمائهم. نورنا يا فندم. اهلا اهلا يا فندم. صابرين ملهاش علاقه باللي حصل. صابرين ما تعرفش اصلا حد من الفرقه اللي عملت الحفله دي. تمام عرفت. قلت لزياد ينهي التحقيق معاها فورا. يا فندم زياد بيحقق مع ناس ملهمش علاقه باللي حصل ومش هيطلع منهم بحاجه لانه ملهمش دعوه. وانت شايف ايه يا فندم؟ احنا كان هدفنا ان احنا نعرف مين الشخص اللي مول الحفله دي وايه وجه استفادته، يعني ان شويه العيال دول يرفعوا العلم بتاعهم ده. اللي عرفته بقى من صابرين ان اللي اتفاوض معاها على تفاصيل الحفله دي شركه دعايه واعلان، يبقى احنا المفروض نبدا من الشركه دي. تمام.
هلال النهاردة بدأ يهاجم الحكومة بشكل عنيف، بدأ يرمي التهمات على وزير الصحة. اسمح لي سعادتك، أنا ليا رأي في موضوع هلال ده بعد دراستي الملف بتاعه اللي عندنا. هو بيهاجم وأحيانا بيهاجم بشراسة، بس هو مش مغرد يا فندم. احنا المفروض نبدأ برئيس مجلس الإدارة. ده راجل بيصرف مرتبات قد كده وطباع و و و ما بيطلعلوش من ورا ده أي حاجة. المفروض نبدأ بيه. كنت فين يا بابا؟ كلمتك كتير، تليفونك مقفول. زيزو فين؟ أنا هنا يا هيلو. عز فين؟ عز فين؟ انت فاكر انه قعدك هنا يحميك مني؟ امشي قدامي. اهدي يا غادة، مش كده، في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ اهدى ازاي؟ ابني بيضيع مني. ابنك ما بيضيعش ولا حاجة، ابنك زي الفل، ولو عنده مشاكل ده حاجات بسيطة تتحل. طبعا، ما هو انت لازم تدافع عنه، ما انت سبب في كل اللي حصل له يا استاذ هلال. استاذ هلال؟ انت نسيت كلمة بابا ولا ايه؟ انت اللي نسيتني كلمة بابا. أنا مش هقولك غير حاجة واحدة بس، مالكش دعوة بعيالي خالص، ولا أنت عايز تدمر مستقبلهم زي ما دمرت مستقبل أمهم؟ أنا منسيتش ولا هنسى. اتجوزت صغيرة عشان أبعد بعيد عنك، أو ما لقيك لازق لعيالي سيبهم في حالهم يا هلال. أنا لو طول كنت شلت اسمك من البطاقة، بس للأسف مش نافعة. طب اقسم بالله كلمه كمان يا غاده. ملوش لازمه الكلام ده يا غاده، احنا جايين ناخد ابننا ونمشي على طول. انا مش هتحرك من هنا، هتيجي غصب عني. اوعى ايدك، انا مش هتحرك من هنا. بس انت بتضربني ليه؟ انت فاكر انك هتربيني؟ فاكر اني بعتبرك اب بجد؟ انت عمرك ما كنت مثل اعلى ليا. على فكره بقى، انا عرفت انك حرامي ومرتشي، وعرفت كمان انك متجوز نجلة صاحبة ماما. بس يا عزيز، بس انت بتكلمني زي كده يا ولد؟ جبت الكلام الاهبل ده منين؟ طبعا بتداري على الحفله الزباله اللي كنت فيها. ما ترد يا ميلا، انت ساكته ليه؟ بلاش تليفون صغير لصاحبتك، هتعرفي اذا كان الكلام اللي بقوله ده صح ولا لا. اخرس اللي بتعمله ده مش هيجيب نتيجه. ايه بقى الغلطه اللي انا غلطتها ومش قادره تنساها؟ كل ده عشان رفضوا عينكم وعيده بسبب السجل بتاعي، مع اني مش قتل قتله ولا حرامي. ما تزعلش يا بابا، احنا اسفين. انا اللي اسف ليكم. موضوع الحفله ده اقسم بالله. خلاص خلاص، خش نام دلوقتي وبعدين نبقى نتكلم. انا كل اللي اعرفه ان شركه سيال بلو الفرنسيه كرفت شركه الدعايه والاعلان انها تنظم الحفله، وانا ماليش تعامل كمخرج غير مع شركه الدعايه والاعلان. طب وانت كمخرج شايف انه عادي، يعني انه من حقك ان انت تنقل لقطه مسيئه للبلد زي اللي انت نقلتها ولا؟ يعني هو انا اللي اعرفه الحقيقه ان المخرجين خصوصا يعني في الحفلات او في الماتشات، ايا كان الماتشات، يعني ما بينقلوش اللقطات اللي هي بتبقى يعني خارجه او مقرفه. يعني انا اللي فاهمه انه انت عندك اداب مهنه معينه انت ملتزم بيها، فانا مش عارف الحقيقه، يعني هل انت شايف انه باعتبارك مخرج عادي انك تنقل اللقطه بتاعت العالم بتاع الريمبو وهو طالع؟ هو حضرتك درست اخراج قبل كده؟ لا، انا ليسانس حقوق كليه شرط. قلت لسعادتك يا باشا الموضوع ده كان عايز ننا مش رؤوف. لسه التحقيق ما خلصش يا زياد. عموما انا هجاوب سيادتك بنفس المثل اللي بتقوله، مخرجين بتقول عليهم بتوع الماتشات والحاجات اللي زي دي، لو شافوا لعيب بيضرب التاني ولا بيزقه هيقعدوا يعيدوا اللقطه مره واتنين وتلاته.
وانا شفت حاجه غريبه وكان لازم اعرضها. طبعا لانه شفت حاجه غريبه فبتعرضها والماتش على الهواء او الحفله على الهواء. بس عادي برضو ان انت تعرضها من اولها، يعني زي ما يكون كنت متوقع انها تحصل. مش عارف، بس يمكن عشان دي شغلتك لان انت درست اخراج، بس انا للاسف ما درستش اخراج. بس بما ان انا ما درستش اخراج وبما ان انا ضابط، فشغلي بقى يحتم عليا ان انا اعرف هو انت ايه علاقتك بليالي الشواذ. استنى بس استنى، اللي بيقولك الفيلا بتاعتك اللي في التجمع، وهل هي صدفة ان انت تخرج الحفلة بتاعتهم بيترفع فيها العلم بتاعهم؟ عشان ما درستش اخراج. غريبة صح؟ عرفت انا ليه اخترت رؤوف للتحقيق ده؟ لسه بتفكر هتقول ايه؟ غدا، الكلام اللي قاله عز ده تبقى غبي لو بعد التفكير ده كله لسه هتنكر. انا اصلا كنت عارفه انك متغير معايا، بس مش لدرجه انك تتجوز عليا. بس تعرف يا جمال، حكايه انك تطلع متجوز نجله تحديدا دي الحقيقه فكره انا ما استغربتهاش خالص. عارف ليه؟ اصل انت ونجله شبه بعض بالملي، الطيور على اشكالها تقع. انت فاهم الموضوع غلط خالص، الحكايه غير كده تماما. لا انا زعلانه بجد، انا زعلانه اخص عليك. طب هو انا مش من حقي اني اعرف برضو؟ هو مش اعلام الزوجه الاولى من الاعراف؟ لكن كنت فاكرني ان انا بقى هشد في شعري واقطع وشي واخبط راسي في الحيط او اخرب بيتي بايدي. لا انا عاقله. كلامك ده مش مريحني، بس لازم تعرف حاجه مهمه جدا. ان انا بحبك. بتحبني؟ امال؟ الله ما انا عارفه، عارفه متاكده كمان من زمان قوي. فاكر يا جمال ايام ما سفيت التراب وحفيت علشان اقبل اني اتجوزك؟ لما كنت موظف صغنطوط قد كده، وانا كنت بشتغل مع سيف عزمي اكبر محامي في البلد. فاكر يا جمال لما كلمتهولك علشان شغلك مع رئيس الحكومه ايامها؟ فاكر يا جمال؟ انا هاخد شاور. نعيما مقدما. بس خلي بالك يا جمال، الشاور بينظف من بره بس. عملت ايه في موضوع الحفله؟ شركه الدعايه والاعلان يا فندم هي مجرد واجهه لتنفيذ كل الاوامر اللي بتجيلهم من بره. مقر الشركه ده اتقفل يوم الحفله، وكل المنظمين من جنسيات مختلفه سافروا برضه يوم الحفله. احنا عرفنا ده بالتنسيق مع الخارجيه والجوازات ده. طبعا مترتبه، الحفله تتعمل، الاعلام تترفع، الصحافه تصور، العالم كله يعرف والناس تتكلم، المنظمين يختفوا. عاوز تقرير كامل على كل المعلومات اللي جمعتوها من التحقيقات والتحريات. هيبقى موجود على مكتبك يا فندم. حاضر، خلال ساعات. عاوز كل المتورطين في المهزلة دي يكونوا قدامي في أسرع وقت. حاضر يا فندم. العين علينا، والإعلام بيشعل النار، ولازم نطفي النار دي. هنطفيها يا فندم، هنطفيها إن شاء الله. اتفضل على مكتبك. حاضر. وعن الحفلة التي أثارت الجدل والتي تم رفع أعلام الرينبو فيها، وكانت من تنظيم إحدى شركات الدعاية والإعلان التابعة لشركة سيال بلو الفرنسية، وقد قبل الكثير استياءه منها وجاري التحقيق مع بعض. أنا لازم أروح البيت حالا. هو في يا أستاذ؟ اللي حصل ده كارثة، فضيحة بكل المقاييس. سيادة الرئيس لسه قافل معايا دلوقتي ومستاء جدا. ازاي وزير عندي في الوزاره يطلع متورط في قضايا فساد؟ انا لم ولن اسمح باي فساد. مروان، اوامر معليك. تنزل تصريحات باسمي في كل الصحف والقنوات، مسموعه مقروءه مرئيه، ان انا لم ولن اسمح باي فساد، وان مصلحه المواطن خط أحمر. مصلحة المواطن في المقام الأول.
جمال. ايوه يا فندم. انا عايزك تتصل لي بالصحفي ده اللي اسمه هلال كامل، فلغوا ان انا عايز اقابله ضروري. حاضر سعادتك. حاضر. ايه انت رايح فين؟ انا عندي بروفا. اللي انت زعلان مني صح؟ لا مش زعلان منك ولا حاجه، انا بس عايز افهم ايه علاقتك بالحفله دي ولا اي حاجه. كل الحكايه ان انا واصحابي عشان نحجز مكان نعمل فيه حفله نبقى محتاجين فلوس كتير قوي، فمن الصعب يعني ان احنا نرفض مكان زي ده وهيبقى فيه العدد ده كله، وبعدين هنبقى محتاجين فلوس دعايه فكان من الصعب ان احنا نرفض يعني. طب انا هسألك سؤال وتجاوبني بصراحه، انت ليك دعوه بالعيال اللي رفعوا العالم دول؟ لا والله العظيم ابدا. يعني انت سليم في التمام؟ ايه اللي بقى في ايه؟ لا مفيش، انا بس بطمن عليك. طب انت مش مرتبط يعني مزه حلوه كده من البنات اللي بيلبسوا قصير دول ويقوموا يرقصوا فجاه؟ لا 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 ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي خالص. غلط، ما تفكرش ازاي، لازم تفكر. افكر في ايه اللي، وانا فاضي للكلام ده، انا عايز اشتغل الاول. تشتغل ايه؟ مش لما اكمل دراستك الاول؟ في مزز كتير في البلد. وانا عشان اكمل دراستي لازم اشتغل، عشان انا خلاص مش هاخد فلوس من بابا وماما تاني، عايز اعتمد على نفسي. امال انا رحت فين؟ لا يا هلو ما ينفعش، ده كفايه مصاريف البند. مالكش دعوه انت. بص لو احتجت اي حاجه، اي حاجه في الدنيا دي كلها اوعى تقول لي. يلا الحق بروفت. ماشي انا هلم بقيت حاجتي وانزل على طول. عرفت منه ان الفيلم من انتاج مصري فرنسي مشترك بين شركته الطاووس الذهبي وشركه سيال بلو الفرنسيه. ايه هلو ده؟ في ايه؟ معرفش مين اللي بيخبط بالطريقه دي. انت عايز جمال؟ اه هو، وانا جده هلال كامل. مين حضرتك؟ رائد زياد فواز امن وطني. هتقوم. ايه يا عم انت؟ ايه ده؟ ايه؟ يا هلال واخدينه على فين؟ هاني هلو انا جاي لك ما تخافش. ايوه فؤاد بيه، في ناس من عندك جم خدوا حفيدي عز. بيدلعوك يقولوا لك يا زيزو. ماشي يا عم زيزو، ايه علاقتك بالحفله اللي اترفع فيها اعلام الريمبو؟ ماليش اي علاقه، انا وفرقتي جات لنا دعوه عشان نغني في حفله لتنشيط السياحه فروحنا وغنينا، ما كنتش عارف ان كل ده هيحصل. والدعوه دي جات لك منين؟ من استاذه صابرين منظمه الحفله. ودي بتعرفها من زمان؟ لا هي كانت اتفرجت علينا في الساية من شهرين وعجبتها الاغاني اللي بنعملها. وطبعا كنت رايح وعارف ان الحفله دي معموله لمسانده المثليين؟ لا اكيد ما كنتش اعرف حاجه زي دي، اكيد لو كنت اعرف ما كنتش هقبل انا وفرقتي ان احنا نروح نغني هناك. عارف لو كنت بتكذب عليا هيحصل فيك ايه؟ هلال تحت وبلغتهم يطلعوه، لازم ننتهز الفرصة دي. حفيد هلال تحت ايدينا، انا عارف ان حفيده غالي عليه جدا وانه مش قادر يرفض لنا طلب. هلال كامل يا فندم لو لقانا بنقول انه حاجة قصاد حاجة او حاسس ان احنا بنساومه هيعني ده اكتر. لما يعرف ان في خطر بيهدد مستقبل حفيده ساعتها ينفذ اللي احنا عايزينه. فندم الواد ملوش، ما عملش حاجة، الواد طلع غنى في حفلة هو مش مسؤول عن اللي حصل، المفروض ناخد أقواله ويمشي. رؤوف هنزود الحكاية حبتين، كل ما يزيد خوفه على حفيده هيستجيب بسرعة. ادخل. الأستاذ هلال بره يا فندم.
خليه يتفضل. يا اهلا يا اهلا يا استاذ هلال، عاش من شافك، فينك من زمان، اتفضل ارتاح. انا مش هرتاح غير لما اطمن على عز. القضية مش سهلة، دي حفلة بتسيء لسمعة البلد وبتدعو للمسلية. عز ماليش دعوة بالكلام الفارغ ده. للأسف هفيدك من ضمن المتهمين القائمين على الحفلة. عز ما عملش حاجة غير انه غنى في الحفلة، ايه علاقة ده بتصرف الجمهور؟ انا عارف انه قهوة حضرتك مظبوط يا استاذ هلال، بس احنا هنا بنعمل شوية ليمون تحفة، انا هوصل حضرتك على كوباية ليمون من هنا. اسمح لي فات بيه ده شوف تحيات وصلت لغاية فين، لانه واضح من كلام الاستاذ هلال ان حفيده اتورط في الحكاية وملوش اي علاقة بال. اتفضل يا فندم. اتفضل. تمام يا رؤوف، شوية تحية وصل لايه؟ تنساش الليمون بتاع الاستاذ هلال. طبعا انت هتنطق يالا وتقول على كل حاجة ولا علقك هنا؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ يلا عز يلا. القضية دي قضيتي. يلا يا حبيبي يلا، مفيش متهم معاك. يلا يا بابا يلا، الواد مش انت. هيك ده يلا اللي انت بتعمله ده هتدفع ثمنه غالي، وخليك فاكر يا رؤوف انت اللي ابتديتها. يا زياد مالك متعصب ليه؟ يا باشا سعادتك رؤوف دخل وخد المتهم وانا بحقق معاه. اولا انا اللي طلبت من رؤوف انه يعمل كده، ثانيا الولد مش متهم يعني مش هتعرف تطلع منه حاجه. يا فندم كلهم بيبقوا كده في الاول، بس مع الضغط بيقروا على كل حاجه. زياد امتى تتعلم تهدى تتحكم في اعصابك عشان تعرف توصل لقرار سليم؟ فهمت استاذ هلال؟ عز اهو. تقدر تاخده وتروحه. انا مش عارف اقول لك ايه، انا متشكر ليك جدا. لا متشكر على ايه، ده في مقام اخويا الصغير. قولي انت هتراعيه ازاي؟ ما تشغلش بالك احنا هنتصرف. لا مشغلش بالي ازاي؟ طب تسمح لي اوصلكم؟ وانتم متعودين توصلوا اي حد بتحققوا معاه. انت مش اي حد برضه يا استاذ هلال، انت استاذ هلال كامل شخصيه. لا انا ما بحبش الواسطه. حلو انا تعبان ومش طالبه مواصلات. انت راكن عربيتك فين؟ يلا بينا يلا بينا. هلو. انا اسف، انا ده وقتك معايا كتير قوي كل شويه دخلك في مشكله بسببي. خلاص يا زيزو انا عايزك تنسى اللي حصل وتركز في مذاكرتك. ها ماشي يلا خش ارتاح. ايوه جمال، عايز يقابلني انا ليه؟ يا صبري طمني. انا كويس تمام مفيش حاجه، ما تقلقيش. ايه مالك يا سيدي؟ انا مش بطمن عليك انت، انا بسال وصلت للشركه ايه؟ عملتوا ايه في القضيه؟ الشركه يوم الحفله قفلت وكل اللي فيها سافروا بره مصر. خلاص ارتحتي؟ يا نهار اسود، هي ايه دي اللي قفلت؟ انا لسه ما خدتش فلوسي. وقته ده فلوس ايه بس؟ وده وقته؟ لا يا حبيبي وقته نص. والنبي يا رؤوف الله يخليك، شوف الناس دي فين، انا عايز الفلوس بتاعتي. اقفلي يا صابرين. اقفلي يا ماما. اقفلي يا حبيبتي. اقفلي. حاضر حاضر. قفلت يا رؤوف. ايه مفيش؟ اتفضلي اتفضلي. طبعا اول مره تجيلي بدري كده. ما انا برضو بقالي كام يوم قاعده بفكر يا ترى اجي ولا ما اجيش لحد ما خدت قرار. ما هو اصل احنا لو كنا اصحاب قيراط قبل كده دلوقتي بقينا 24 قيراط، علشان بقى في حاجه مشتركه بينا، جمال جوزي وجوزك. غدا انا. ايه مالك اتلخبطتي كده ليه؟ هو انت اول واحده تخطف راجل من مراته؟ عادي يا نوكا، بس زي ما بقينا مشتركين في الزوج
لازم كمان نبقى مشتركين في المصالح المادية. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه؟ ايه اللي انا بقوله؟ مستغرباني ليه؟ وانت كنت فاكراني بقى ان انا هاجي واقعد ازعق واتخانق واصوت واجرجرك من شعرك امسح بيكي بلط، قصدي البورسلان الشيك ده؟ لا يا حبيبتي، الحاجات دي قدمت خلاص، وانا ست عملية. انت عايزة ايه بالظبط يا غادة؟ هقولك، اصل انا بصراحة حسبتها صح، لقيت اني مش هستفيد حاجة، بالعكس ده انا هتضر وانت كمان هتضري، ده غير بقى الفضيحة وسط الناس والجيران. انما لو اتفقنا احنا الاتنين هنطلع كسبانين وهنبقى حبايب كمان. انا عارفة ان انت ذكية وهتفكري في كلامي كويس، وعارفة ومتأكدة ان جمال مش هياخد خبر بمجيتي ليكي هنا. يا سلام، وانتي ايه بقى اللي مخليكي واثقه قوي كده ان انا مش هقوله انك جيتي؟ عشان الست اللي تخبي خبر انها اتجوزت ولطشت جوز صاحبتها عشان تحافظ على السبوبه اللي جايلها من وراها، سهل قوي انها تخبي على جوزها ان انا جيت لها هنا. اخ بنسى، جوزنا ولا ايه؟ انت عملت اللي احنا ما قدرناش نعمله، واضح جدا ان فيه تقصير شديد في الاجهزة اللي عندنا. بس السؤال اللي محيرني، انت ازاي قدرت توصل للمستندات والمعلومات دي كلها؟ انا شغلتي كصحفي ان انا اوصل للمعلومات، بس لو سمحت لي يعني انا ما اقدرش اعلن عن مصادري. حقك طبعا. شوف يا أستاذ هلال، أنا مش ضد اللي أنت عملته، بالعكس أنا لو كنت مكانك ما كنتش هعمل غير اللي أنت عملته. أي عضو فاسد منا لازم يتبتر، بس في ناس بتستغل أي خبر علشان خاطر تهيج الرأي العام، فأرجوك بلاش تصريحات صحفية أو إعلامية، البلد مش ناقصه قلق. انا فاهم سعادتك، انا كمان ماليش في الاعلام والصور والحاجات دي، انا احب اشتغل براحتي. اول مره اشوف واحد ما بيحبش الشهره. انا كنت عايز طلب من سيادتك. اهو كده يا اخي، تفضل تؤمر. شوف سيادتك الخبر ده. ده على لسان رئيس شعبه الدواء. بيقول ايه بقى؟ بيقول ان قرار رفع سعر الدواء لصالح المريض والفقراء ده كلام. الكلام ده بيستفز الناس. حاضر، انا هشوف الموضوع ده. عموما يا استاذ هلال، لو احتجت اي حاجه مكتبي مفتوح لك طول الوقت. انا جمال جوز بنتي لما كلمني افتكرت ان حضرتك متضايق مني ولا حاجه يعني. بالعكس، انا مبسوط جدا من مقابلتك. بس هو جمال يبقى جوز بنتك؟ ايوه. جوز بنتك انت؟ ايوه جوز بنت انا. ايه في ايه؟ عايزك تبعتي لي صوره ليكي. طيب ما انا بعت لك قبل كده. لا ما دي مش هتنفع، انا عايز صوره ليكي بلبس البيت، في اوضه النوم مش لبس خروج. عايز صوره بلبس صيفي خفيف، صوره مثلا في الحمام منا. يعني هو انت هتبعتي صوره لمين غير للانسان اللي بيحبك؟ مش عارفه، بس انا عمري ما بعت صوري كده لحد. هو انا حد؟ انا الانسان اللي بتحبيها منه. حاضر. يا على حاضرتي، بتموتني، انت حنينة قوي. انت عارفه انا نفسي في ايه دلوقتي؟ ايه؟ في سنة 2000 جالي تليفون من المخرجة المعروفة دالزة، رشحتني بطلة الفيلمها الجديد، وكان حلم ليا أن أشتغل معاها بنجوميتها وأفلامها الجريئة. قريت نسخة السيناريو وعجبني فيه فكرة التحرر. لأول مرة همثل فيلم بيدور عن الحرية الجنسية، بس كنت مترددة. إيه العيب أن احنا نشوف ونتكلم عن العلاقات الجنسية في أفلامنا؟
ده شيء بقى أساسي في حياتنا، لازم نتحرر من التخلف والرجعية اللي احنا فيها دي. ورحت الشركة وقابلت بهذي منتج الفيلم. وعرفت منه إن الفيلم من إنتاج مصري فرنسي مشترك بين شركته الطاووس الزابي وشركة سيال بلو الفرنسية، ومضيت العقد وخدت العرض. ألف مبروك يا نجمة، ده مش هيبقى آخر تعاقد بينا. دخل السيناريو الرقابة ورفض المسؤول الرقابي ألف ألف التصريح بتصويره. لقيت نفسي مضطرة للدفاع عن الفيلم وأفكاره. فين الحرية؟ وفين الإبداع؟ للأسف الرقابة في بلدنا بتقتل الفن والإبداع. إحنا لازم نتحرر من قيود الرقابة. الفن هو مرآة الواقع، عشان كده لازم يبقى عندنا حرية. حصلت ضجة صحفية كبيرة ما بين صحفيين مؤيدين للفيلم وصحفيين معارضين للفيلم. لكن اللي أنا استغربته إن أسماء صحفية كبيرة كانت بتساند الفيلم ضد الرقابة. وفي اجتماع بشركة الإنتاج قابلت ممول شركة سيال بلو الفرنسية، المسيو شاب مثقف جدا ورجل أعمال، كانت دراسته كلها برا مصر وعايش طول عمره في أوروبا ومهتم بالفنون والإعلام بشكل لفت نظري. عارفة يا مريم، هنا في مصر مفيش غير قمع وقهر وكبت. أنا راجع من أوروبا وهسخر كل وقتي لمساندة كل الحريات في كل المجالات، خصوصا في التعليم والثقافة والإعلام والسياسة طبعا. والفن هيبقى سلاح، لأن الفن هو القوة الناعمة اللي نقدر نغير بيها المجتمع كله. أيوة أستاذ هلال. لا 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 ولا يهمك، قولي. طب ثانية واحدة، ثانية. حاضر. أيوة مليني ثانية. فيلم مريم رياض سنة 2000 اتوقف من الرقابة وكان عليه مشاكل في الرقابة واتمنع تصويره. أيوة. الفيلم المخرجة أول حروف من اسمها قلتلي ايه؟ دال زه. تمام. والمنتج أول حروف من اسمه ايه؟ به سه. طيب يا أستاذ أنا قدامي 10 دقايق، هروح وهعمل لحضرتك اللي أنت عايزه. ماشي يا أستاذ. سلام. برضو بيقفل من غير ما يقول سلام. أثناء تحضير الفيلم تعرفت على الممثل الصاعد طهفي وبقينا أصحاب. تقريبا كنا بنتقابل كل يوم وبدأ يستريح لي جدا. أنا عايز أعرف إزاي ده حصل. ما اعرفش المخرج مش عايزك اعمل ايه يعني. يعني ايه المخرج مش عايزني؟ ما احنا قعدنا وعملنا بروفات وكان مقتنع بيا. ايه اللي حصل؟ غير رايه طارق، اعمل ايه يعني؟ ايه غير رايه بالسهوله دي؟ وفي يوم وانا في الشركه حصلت خناقه كبيره بينه وبين المسيو، وطردوا من الشركه وجاب شاب تاني يمثل الدور، وجالي البيت وهو منهار نفسيا. انا كل حاجه اتقفلت في وشي. انا من ساعه ما اتخانقت معاهم ومفيش ولا شركه انتاج راضيه تشغلني. أنا خسرت كل حاجة. طب روق بس، روق. أنا هتكلم معاه وحاول أحل المشكلة. وكانت حالته النفسية وحشة جدا. وبعد فترة جاب لي نص مسرحي. عايزك تقف جنبي. دي مسرحية نفسي نشتغل فيها سوا مع بعض. اقريها، لو عجبتك ممكن ندور على منتج نمثلها أنا وأنتي سوا. وعرفت منه إن المسيه هو اللي كان مرشحه لبطولة الفيلم بعد ما عمل معاه علاقة غير سوية، وحكالي عن الحفلات الجنسية اللي كان المسيه بيعملها في فيلته، وإن الخناقة اللي كانت بينهم بسبب إن طافي حاول ينهي العلاقة الغير سوية وعلشانها المسيه طرده من الفيلم واختفى طافي
دورت عليه لكن معرفتش أوصله لحد ما سمعت خبر انتحاره. وفي 2009 جاتلي دعوة حفلة تابعة لوزارة الثقافة. وهناك شفت بهذي اللي بقى في منصب كبير في وزارة الثقافة، وكان مدعو في الحفلة شخصيات سياسية وفنية ومشاهير كتير، وتفاجئت إن من ضمنهم المسيو. بصلي بشكل غريب، حسيت من نظراته إنه خايف مني. انسحبت من الحفلة ومشيت. استغربت جداً لما عرفت بعدها إن المسيو بقى ليه وجود كبير في الساحة السياسية، وزادت علاقاته بالوسط الفني والإعلام، وبقى بيمول عدد كبير من القنوات والجرايد والأفلام. ساعتها افتكرت طهفي، لأنه كان من أحد ضحايا بالأدلة الجنائية، وكانت نهايته انتحار غير معلن. جايب لك تحقيقات النيابة في قضية مريم. مريم رياض الممثلة كانت بتتعالج عندك؟ طيب أشكرك. طيب أشكرك، شكرا لك. ما تعرفهاش؟ طيب ماشي، شكرا. على جنب هنا لو سمحت. اتفضل. شكرا. بكلمك كتير وما بترديش، قلت اجيب نفسي. كان المفروض تفهم اللي ما بتردش عليك دي مش عايزه تشوفك اصلا. ايوه بس انا عايزه اشوفك. ما تبطل بقى شغل المراقبه بتاعك ده، وانك تطلع لي كده في كل حته. وفيها ايه لما راقبك يا نهى؟ على فكره احنا كان في بينا احنا ما فيش بينا ولا هيكون في بينا حاجه. اظن عيب قوي انك تسيبيني بتكلم وتمشي. امشي انت من هنا. حاضر يا نهى، همشي. مفيش شغل يعني مفيش شغل. وانت ما ينفعش تكرهني في شغلي وفي الحاجه اللي بحبها. وبعدين انا متفق مع بابا على كده، لو عندك كلام تاني روح استاذن منه. استاذن مني يعني؟ انت بتهدديني بابوكي؟ انت فاكراني اخاف منه؟ طب اهو اهو ابني خلى ابوك يبعد سيادة القهوة. انا ما بتهددش، فاهمه؟ انا بتهدد. بطني فيها حاجة مهمة؟ لقيت فيها أهم حاجة. كده تبقى داخل على قضية جديدة. حلو، شكل كده بدأت تصدقني. بعد ما وقعت الوزير أشهد لك. بس أنا في حاجة مستغربة قوي يا هلال. لما مريم معاها الأدلة والإثباتات دي كلها، ليه ما سلمتهاش للنيابة على طول؟ ما هو ده السؤال اللي أنا سألته لنفسي.
وفي حاجه كمان، ليه ما كتبتش اسماء الناس كامله وحطت بدلها رموز وبس؟ كل الاسئله دي هيجاوبنا عليها الدكتور النفسي بتاعها. انا جبت لك بدل الدكتور الواحد كشف من النقابه فيه 30 دكتور، بس ولا واحد فيهم اللي انت بتدور عليه. الدكتور اسمه مصطفى مهران، انا وانا موجود في التحقيقات دي. ده شكل الفيلا مهجوره يا بابا. كان في لوحة هنا مكتوب عليها اسم صاحب الفيلا. ده كده يبقى في حد فعلا. أنا لمحت حد معدي كده فوق. تنور الطفى تاني. تعال. عايز ايه؟ المذكرات دي جات لك ازاي؟ مش مهم جات لي ازاي، المهم انا عايزك تساعدني ان انا افهم الحاجات اللي جوه. استاذ هلال، اسرار المرضى ما ينفعش تتقال لحد. حضرتك طبعا دكتور وعارف كده كويس. اه طبعا مفهوم يا دكتور. بس انا موضوعي اكبر من انك انت تكتم اسرار مريض. الحاجة اللي هينفع أقولها هقولها. طيب، حالة مريم النفسية هل فعلا كان ممكن توصلها للانتحار زي ما بيقولوا؟ مريم ما كانتش من الحالات النفسية اللي عندها ميول انتحارية، بس موضوع إنها اتقتلت ده أنا ما أقدرش أجزم بيه. ما هي لو ما انتحرتش يبقى أكيد اتقتلت. بص أنا عايزك تطمن خالص، أنا مش ممكن هكون سبب في أذيتك. عايز تعرف ايه يا استاذ هلال؟ مريم كتبت مذكراتها برموز والغاز، ما تعرفش هي كتبت كده ليه؟ الحقيقه يا استاذ هلال كتابتها لمذكراتها دي جت بعد معاناه نفسيه شديده، او بمعنى اصح كان علاج نفسي ليها. يعني هي كتبت كل اللي مرت بيه على الورق. فعلا لما استمرت في الجلسات مريم خدت قرار مهم جدا. مش فاهم انا مبسوطه ازاي، هم واتشال من على قلبي لما كتبت المذكرات. كويس انك ما كتبتيش اسماء الشخصيات اللي بتقصديها وكتبتي حروف ورموز وبس. بس الفكره دي جات لك منين؟ كان في روايه قريتها اسمها عوالم خفيه، عجبتني قوي، كلها رموز والغاز. كان نفسي اعمل دور بطله الروايه في السينما، بس للاسف ما لقيتش المنتج اللي يتحمس للفكرة. أنا بقى عملت زي بطلة الرواية، كتبت عن كل الشخصيات اللي قابلتهم في حياتي، واكتفيت إني أكتب أول حروف من أساميهم عشان لو نشرت المذكرات محدش يقول إن أنا بوجه له تهمة بشكل مباشر. طيب أنت ما فكرتيش تبلغي عن الناس دي؟ ما أقدرش طبعاً، ما أقدرش. انت ما تعرفش الناس دي ممكن تعمل ايه. انا اللي عرفته عنهم وكتبته مش سهل. طب ليه ما قلتش الكلام ده في التحيات؟ خفت، خفت على نفسي وعلى اولادي. هما اولادك مش عايشين معاك؟ لا، مسافرين بره. هجمت المخرجة دنيا صافر هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بعد رفض آخر سيناريو لها ليالي الخريف، حيث صرحت دنيا بأن ما تمارسه الرقابة ما هو إلا فرض آراء رجعية وتقييد للفكر والفنون في مصر،
ومن ناحية أخرى رفض دكتور نعيم سيف رئيس هيئة الرقابة التعليق على تصريحات دنيا ظافر. الفيلم من إنتاج مصري فرنسي مشترك بين شركة الطاووس الذهبي للمنتج بهاء ثابت وشركة سيال بلو الفرنسية، وبطولة مريم رياض وطارق فاروق وبعض الوجوه الجديدة. دنيا ظافر، دلزة، وبهاء ثابت، به سي، هما دول الأستاذ هلال بيدور عليهم. أستاذ هلال. أيوة نوها. أنا عرفت لك اسم المخرجة والمنتج بتوع الفيلم اللي بتدور عليهم. اسمهم إيه؟ المخرجة اسمها دنيا ظافر، دلزة، والمنتج اسمه بهاء ثابت، به سي، والفيلم إنتاج مصري فرنسي مشترك. طب اتبعي لي كل الكلام ده لحد ما جيلك. حاضر يا أستاذ. أوعدك إن اسمك هيفضل بعيد، طمن خالص ما تخافش. مين اللي قالك تاخدي الاقراص دي؟ وانت بالك انت؟ معلش يا جماعه معلش، نوها اصلا تعبانه شويه. اول مره اشوفها بالحاله دي. يا ليه اصلا تاخد مهدئات؟ بعدين مهدئ ده ليه اعراض جانبيه خطيره. يا جماعه نوها بعد الخلافات المستمره اللي بينها وبين جوزها بقت في حاله نفسيه سيئه جدا، واصرت على الطلاق وبعدت عن الناس وبعدت عن الشغل ده، حتى بعدت عني انا، لأنها تخيلت إن أنا السبب في كل اللي حصل. يا نجلة، إحنا قلنا ما نتكلمش الفترة دي لحد ما نعرف هنعمل إيه. يا جمال أنت لازم تجيلي عشان عايزك في موضوع مهم جدا. أجيلك فين؟ أنت اتجننتي؟ أنت مش مدركة اللي إحنا فيه. أنا مش عارف أنت خايف من إيه. أنت مكبر الموضوع على الفاضي. أنت قصدك ما تعرفش غدا ممكن تعمل إيه؟ غدا مش سهلة. مستحيل تنسى ان انا اتجوزت عليها. اوه انا لا اهم منك ولا من غاده. نجله انا مش عايز نكد، مش متعصب ولا حاجه، انت اللي عايز تعملي مشكله وخلاص. معلش حاول تستحمليني اللي من دول لحد ما اعرف بس هي ناويه على ايه. حاضر حاضر هحاول. يومين كده وقعدت عليكي. سلام. Thank you.
انت ازاي تنزل تنويه عن كشف فساد لسه هننشره في الاعداد الجايه؟ انت ايه مشكلتك بس يا هلال؟ بحافظ على المبيعات اللي احنا وصلنا لها. انت كده هتعقد للدنيا. ليه بس؟ هو انت مش لسه مستمر في القضايا والتحقيقات بتاعت المذكرات زي ما قلت لي، ولا انت غيرت رايك؟ طبعا مستمر، بس ما كانش فيه لازمه للتنويه. بقول لك ايه يا هلال، سيبني ادير الجريده بتاعتي بطريقتي. خلينا نتكلم بقى في المهم. في اكتر من صحفي ممكن يساعدك ويشاركك في البحث بطريق متوازي، وده هيوصلك اسرع للحقيقه. يعني قصدك يعني اكون فريق عمل؟ بالظبط كده. ها قول لي بقى، انا اقدر اساعدك في ايه؟ وايه القضيه اللي هتحقق فيها وانا معاك؟ القضيه بتاعت واحد زي ما تقول كده عنده ميول انحرافيه وبيمول افلام وبرامج وحاجات كده. وده مين الشخص ده؟ قول لي يمكن اقدر اساعدك بعلاقاتي انك توصل له. هو كل اللي اعرفه ان هو اسمه المسيه. المسيه؟ وده يطلع مين ده؟ لسه ما اعرفش، بس حفيدي غنى في حفله بتدعم السلوك المنحرف ده من غير هو ما يعرف. طبعا الناس دي لو سيطرت على عقول ولادنا يبقى نقرا الفاتحه على مستقبلهم. المهندسين كتبوا التقرير عن الاربع اتوبيسات وقالوا ان هم لازم يتكهنوا، يعني هيخش المخازن ويحصل لهم احلال وابدال. استعجلت انت في الخطوه دي يا عامر. احنا مش متفقين نكتب انها غير صالحه بسبب الصيانه، وان تكلفه الصيانه بمبلغ مقارب لثمن الاتوبيسات. قالوا لي ما يقدروش يكتبوا كده لان دي مش شغلانتهم، هم مالهمش دعوه ولا بتقدير ولا باسعار، هم بيكتبوا عن الحاله العامه وخلاص. عموما انا جالي شكاوى كتير من موظفين المبنى ان هم بيتاخروا عن مواعيد الحضور بسبب اعطال الاتوبيسات دي. خد الشكاوى دي حطها في الملف اللي فيه كلام المهندسين. تمام يا باشا، الخطوه اللي جايه بقى نعرض الاتوبيسات دي للبيع في مزاد. برضه مستعجل يا عامر، مش لما نستفيد من ركنتها نبقى نبيعها؟ مش فاهم. الاتوبيسات دي لما تتركن 5-6 شهور الموظفين هيجوا الشغل ازاي؟ اكيد محتاجين اتوبيسات تانية. هو سعادتك قصدك ان احنا نأجر في فترة التكهين ويبقى بديل؟ بالظبط كده. انت بقى كل اللي عليك تشوف شركة نقل وتظبط معاها الاسعار، اهم حاجة يكونوا ثقة. هعمل كده. الو، هدخل لسيادة حالا. حالا. يلا بقى روح انت ظبط الدنيا وعلى تليفونات. في الحقيقة يا أستاذة جيهان، أنا بعمل كتاب عن علاقة الرقابة بالسينما من سنة 2000 ل 2005. فكنت عايز أعرف عنوان الأستاذ نعيم سيف، بالتالي ممكن يفيدني ببعض المعلومات يعني. أستاذ نعيم الله يرحمه، مات من 7 سنين. مات؟ نعيم مات؟ الله يرحمك يا نعيم. هو حضرتك كنت تعرفه؟ عمري ما شفته، بس أسمع عنه إنه راجل طيب الله يرحمه. الله يرحمك يا نعيم. أنا ليا استفسار صغير كده يعني. اتفضل. حضرتك لو في سيناريو تقدم للرقابة، مين صاحب قرار الرفض أو القبول؟ بيقرأ لجنة من 3 رقباء وبيقدموا تقرير عن الفيلم لمدير إدارة الأفلام العربي، هو بقى بياخد القرار بناءً على آرائهم. يعني مدير الأفلام هو صاحب القرار النهائي. بالظبط. طب حضرتك مش فاكرة مين كان مدير الأفلام في سنة 2000؟ سنة 2000 كان أستاذ أحمد أبو زيد. أحمد أبو زيد. ألف ألف. فندم؟ الأستاذ أحمد لسه موجود في الرقابة؟ الحقيقة لا، طلع معاش من 10 سنين. طب ممكن أخد عنوانه وتليفونه؟ للأسف مش معايا، بس في رقيب زميلنا عارف عنوانه، بيزوره كل فترة. مين؟ أشرف نصار. الأستاذ أبو زيد من أحسن المديرين اللي مسكوا إدارة الأفلام العربية، وعمره ما سمح بلفظ خارج، ولو كان موجود في الرقابة لحد دلوقتي كان مات بحسرته من اللي بنشوفه دلوقتي. أنت حضرته لما كان مدير هنا في الرقابة؟ طبعًا، ده أستاذي. طب ممكن تقول لي يعني أقابله إزاي؟ بس للأسف مش هتعرف تاخد منه أي حاجة. ليه؟ اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. خليك بالسلامه.
اتفضل. طب كنت تقول لي قبل ما اقوم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. تشرب حاجه؟ اخد قهوه مظبوط. بعدين بعدين. اهلا وسهلا. بعدين ازاي يعني؟ اما ترتاح وتاخد نفسك. انا الصحفي هلال كامل. انا كنت بعمل تحقيق عن الافلام اللي رفضتها الرقابه. رحت الرقابه قالوا لي محدش هيقدر يساعدني غيرك. الرقابه؟ الرقابه. انا اذكر والله يا استاذ امين. هلال كامل حبيبي. ايوه هو ده. انا اذكر اول فيلم راقبته كان سنه 69، كان فيلم شيء من الخوف. ده فيلم جميل انا بحبه قوي. استاذ محمود مرسي كان عامل دور عتريس كان رائع. مرسي هو في زي مرسي؟ الاستاذ مرسي كان فحل. فحل فحل في الاداء، فحل في التمثيل. وجاء قاعد بجواري ساعه بيشاهد الفيلم وانا براقب الفيلم، قلت له استاذ مرسي تعالى على الكرسي. راح قاعد على الكرسي، يعني هو كرسي وانا كرسي، كرسيين جنب بعض. كان مبسوط قوي قوي وسلم على ايدي، ايده قد كده، سلم على ايدي وهو سعيد ومبسوط. الاستاذ محمود مرسي شخصيا ده انت يعني عشرت جيل العظماء. والله يا استاذ مين؟ هلال كامل اللي هو ده. انا كتير من الفنانين العظماء كانوا يجوا يحضروا افلامهم ويشاهدوني وانا براقبها عشان اقول لهم رايي كرقيب في الافلام. تشرب ايه؟ اخد قهوه مظبوط. بعدين بعدين. مين اللي حاطط صورة سناء جميل على الارض؟ انا. أنا لي عتاب عليها. تخيل يا أستاذ مين حضرتك؟ هلال كامل. هو ده. تخيل ممثلة قديرة عظيمة زي دي تقول الأستاذ صلاح منصور في فيلم الزوجة الثانية الليلة يا عمدة، دي كلمة تتقال في فيلم عظيم زي ده؟ يعني أنت حطيت صورة سناء جميل على الأرض عشان الليلة يا عمدة. أمال لو سمعت الكلام اللي بيتقال في الأفلام الأيام دي هتحط صورهم فين؟ هتدفنهم؟ ومين اللي قالك ان انا ما سمعتش؟ انا سميع جيد جدا. طب انا اتحداك لو قلت لي ايه اخر فيلم نزل للسوق من يومين؟ والله انا بقالي مده ما دخلت السينما الحقيقه. نزل فيلم ابي فوق الشجره، نزل من يومين بس. هو نزل؟ نزل. الفيلم ده فيه اكتر من 50 قبله يا استاذ. تخيل ده معناه ايه؟ والله انا شايف ان معناه ان عبد الحليم حافظ حظه حلو. لا. امال ايه؟ مش عارف، بس انا كل السنين اللي قضيتها في فتره الرقابه ما سمحتش لاي لفظ خارج يتقال في اي عمل فني انا براقبه. بمناسبه ابي فوق الشجره بيسالوا الاستاذ حسين كمال، قالوا له تعمل فيلم هلسي وتكسب ولا تعمل فيلم بيقول حاجة؟ قال لهم الثقافة والهلس اللي يمكن يجتمعوا. حسين كمال؟ هو في زي حسين كمال؟ ده مخرج شاب واعد وله مستقبل رائع. الله يرحمه. بمناسبة الرقابة كنت عايز أسألك على فيلم للفنانة مريم رياض. مين مريم رياض؟ مريم رياض الممثلة. وكانت المخرجة دنيا ظافر، والمنتج كان بهاء ثابت، وكان معاهم منتج تاني كده عنده شركه اسمها سيال بلو. تعرف اسمه ايه؟ وايه دول؟ ايه دول اصحابك دول؟ اصحابي ايه؟ انا بكلمك عن فيلم لمريم رياض الرقابه رفضته سنه 2000. يا راجل لسه بدري على 2000، فين احنا وفين 2000؟ بلاش القهوة. الحمد لله ما شربش حاجة. أي خدمة يعني يا سعادة اللواء؟ شكرا يا سيدي متشكر أهو. تحب أكلم لحضرتك الأستاذ هلال أبلغه إن حضرتك مستنيه؟ لا ما هو كلمني وقال لي إنه جاي في السكة، شوف أنت شغلك. طيب يا فندم بعد إذن حضرتك. جهز القهوة يا جابر. حاضر يا فندم. اهلا 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 منظور باشا. صباح الفل. صباح الفل. ازيك؟ تمام. انا جاي اعتذر لك على اللي عملته امبارح. يا راجل عيب.
اي بتعتذر ايه؟ نقعد يا بنتي اتفضل. انا هطلع في برنامج على الهوا بعد كام ساعه وناوي اكشف فيه فساد الوزير. لا 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 اوعى تعمل كده، لا تجيب سيرتي ولا سيره المقال حتى. لازم الناس تعرف مين اللي كشف فساد الوزير. اسمع مندور، انا لسه في البدايه والطريق طويل، مش من مصلحتي ان اي حد يعرف ان عندي معلومات ممكن تودي ناس كتير في داهيه. فهمت قصدك ايه؟ انت خايف الناس تعرف وتبتدي تسدف اوراقها مش كده؟ المهم عملت ايه في القضيه الجديده؟ كل اللي وصلت له اسم المنتج، اسمه بهاء ثابت، والمخرجه، المخرجه اسمها دنيا ظافر. دنيا ظافر دي مخرجه برنامج اخر جراء. اخر جراء؟ اخر جراء. انا اسمع عن البرنامج بس ما اعرفش عنه اي حاجه. دي رئيس التحرير ومخرجه البرنامج والمسؤوله عن كل الافكار القذره اللي موجوده فيه. يا ما كنت قابلني في الاستوديو وتلاحي عليا ان اطلع فيه، لكن الحقيقه انا كنت برفض. وازاي المسؤولين عن الاعلام يوافقوا على اذاعه حاجه زي كده؟ يا هلال، في قنوات كتيره مموله، لكن لو الدوله تدخلت ووقفت برنامج زي كده هيعملوها قصه ويقولوا فين حريه الاعلام. لا ده مش حريه، ده انحلال وتسيب. المهم انا عايز اقابلها. بعد كل اللي قلته لك عنها برضه عايز تقابلها؟ اه، اصل اليومين دول عندي ميول انحرافية. طب عايز تعملها امتى؟ دلوقتي. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل استريحي. دقايق والأستاذة هتخلص البرنامج. شكرا. في آخر الحلقة بوجه رسالة لكل أب ولكل أم. سيبوا ولادكم يعيشوا حياتهم ويستمتعوا، ادلهم الحرية المطلقة وبلاش تراقبوهم، بلاش كلمة عيب وحرام لأنها بقت دقة قديمة. تصبحوا على حرية. أستاذ هلال مش كده؟ أهلا وسهلا. اسف على التاخير بس حضرتك عارف ان البرنامج هوا. اتفضل. انا مش هعطلك كتير، انا بس جاي عايز اعرف معلومه عن فيلم قديم انت عملتيه. فيلم ايه؟ ليالي الخريف. اشمعنى الفيلم ده بالتحديد؟ ده فيلم ما كملناش تصويره وتوقف بعدها كمان. اه ما انا عارف، وحصل ضجه كبيره يعني عشان الرقابه وقفته. الفيلم ده كان بطوله مريم رياض وطارق فاروق. طارق فاروق انتحر، مات منتحر، ومريم رياض بيقول انها انتحرت هي كمان. والمشكله فين؟ مين اللي انتج الفيلم ده؟ ياه، بقى حضرتك عارف كل المعلومات دي. مش عارف مين منتج الفيلم؟ بهاء ثابت، ده شهر من نار على العالم. لا انا مش قصدي على بهاء ثابت، انا قصدي على شخص تاني كان معروف باسم الميسيو. ميسيو؟ انا معرفش حد بالاسم ده. كل اللي اعرفه ان كان في شركه فرنسيه هتشارك في الانتاج. سيل بلو، مش دي الشركه اللي كنت بتخرج لها افلام مش ولا بد كده وكنتوا حابين تصوروها جوه مصر؟ انت مين قال لك الكلام ده؟ مش مهم مين قال لي، المهم اللي انا بتكلم صح. ولو نفرض ان كلامك صح، انا مفيش حاجه ضدي ولا في شيء قانوني ضدي. انا عندي اثبات انك انت اللي بتخرج الافلام دي. شرفتنا يا أستاذ. طب أنت معاك أدلة تدين الناس دي؟ لا، بس زي ما وصلت للأدلة بتاعت وزير الصحة حوصل للأدلة دي. مش عارف ليه هلال حاسس إن القضية دي أصعب من اللي قبلها. صعبة سهلة بقى هفضل وراها. عموما أنا معاك في اللي تختاره، شوف انت محتاج مني ايه وهتلاقيني جنبك على طول. طيب انا عايز اقابل بهاء ثابت رئيس جهاز السينما، يا ريت تحدد لي معاه ميعاد في اقرب وقت. حاضر، اعتبره حصل كده يا فندم. يبقى هي مساله وقت ونوصل للي خطط لموضوع رفع علم المثليين ده. اما بالنسبه لل رؤوف، سادس مرة موبايلك يرن، ما ترد اخد خلصنا. اسف يا فندم، اسف. لا لا دي خطيبتي يا فندم. اسف. خطيبتك؟ انت لسه ما اتجوزتش يا فندم؟ سعادتك عارف يا فندم.
لما ترد عليه. لا بعد الاجتماع. بالنسبة للقضية برضو خطيبتك؟ أيوة يا فندم. رؤوف افسخ خطوبتك. حاضر يا فندم أوامر. لا 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 قوم قوم روح مكتبه وكلمها براحتك. يلا 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 عشان الاجتماع يا فندم. مفيش اجتماع يلا. حاضر بس 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 القلمين بتوع حضرتك يا فندم. نهارك سعيد. ايوه ايه في ايه في ايه؟ اخيرا رديت. معلش كنت في اجتماع. هكون فين يعني؟ كنت في اجتماع. هو احنا مش في بينا ميعاد في المعرض عشان نيجي ندفع فلوس العفش يا رؤوف؟ ايوه اصل انا جات لي مأمورية يا حبيبتي في الشغل فجأة والله. يعني انا بقالي ساعة قاعدة مستنياك وفي الاخر تيجي تقولي مأمورية. معلش 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 يا حبيبتي. بصي انا اول ما اخلص الشغل اللي عندي ده بس هفضلك وهنعمل كل الحاجات اللي انت عايزاها يا حبيبتي. معلش يا صابرين صابرين خلينا صابرين يا صابرين. رؤوف رؤوف والنبي الكلمه دي بتعصبني يا رؤوف. ما تعصبنيش خلي الشغل ينفعك يا اخي. يلا سلام. لا 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 اهدي. هم العرسان كده قبل الفرح يبقوا متنشنين بس بعد كده الجو بيروق. فرح فرح ايه بس؟ وطول الوقت في الشغل ومش فاضيلي خالص. ما تستعجليش بكره تزهقي منه. معلش انا اسفه جدا والله انا عطلتك جدا. بالعكس انتي مشرفاني وما تقلقيش العفش هيكون عندك في الميعاد اللي اتفقنا عليه. يا ريت. دي اهم حاجه. انتي مش شايفه التاخير اللي انا فيه؟ احنا مواعيدنا مظبوطه. شكرا جدا. على ايه؟ انا زعلانه منك وانا لازم استاذن. اتفضلي. اذنك. ليه بس يا غدغود؟ مالك؟ هو مش احنا المفروض اننا شركة؟ انتي ما بتعمليش اللي عليكي ليه؟ ليه بتقولي كده؟ جمال جمال يا نوجة بقى متغير خالص. ما بقاش زي الأول. طول الوقت بقى عصبي ومتوتر. هو مش انتي الزوجة التانية والزوجة التانية دورها انها تفرفش وتبسط وتبسط وتفرفش؟ عندك حق بس ده لو أنا بشوفه. بس من ساعة ما سيادتك عرفتي أنا ما بشوفوش. إزاي ده حصل؟ أديكي حطيتي إيدك على المشكلة. أنا ما بشوفهوش وهو طول الوقت مشغول معاكي. ولا أنتي مش عارفة تبسطيه؟ اخس عليا. وانا اللي ظلمتك. مش هسامح نفسي ابدا اني افتكرت ان انت اللي متعمده انك ما تقوليليش انه بيجيلك. اوعدك ان انا اول ما اشوف انت اول واحده تعرفي. تشربي ايه؟ سخنه ولا بارده؟ بارده. ازاي مريم مش سايبه دليل على الناس دي زي ما كان معاها اللي يثبت إدارة وزير الصحة؟ أكيد كل قضية ليها أدلة. ساعتها افتكرت طهفي لأنه كان من أحد ضحاياه الأدلة الجنائية وكانت نهايته انتحار غير معلن. انتحار غير معلن.
ايوه دي راز، حددت لي الميعاد بكره 10 الصبح. السينما ليها دور كبير في المحافظه على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، والمحافظه كمان على تراثنا وثقافتنا. هي صحيح الافلام اللي بتتقدم دلوقتي بقت تكاوي سريعه الربح، بس ده موجود في كل دول العالم. اه، وموقف حضرتك ايه كرئيس لجهاز السينما من الافلام دي؟ انا ضدها طبعا، بس ده ما يمنعش ان في ازمه في الانتاج السينمائي في مصر، وانا بفضل علاقاتي قدرت اقنع مجموعه من المنتجين الاجانب انهم يستثمروا فلوسهم في صناعه السينما. اه، تمويل من بره يعني. تفتكر المنتج اللي هيجي ينتج في مصر او يشارك في الانتاج هيكون مصلحته ايه؟ انه يقدم فن وفي نفس الوقت بيزنس، او يكون هدفه نشر افكار شاذه. انا عمري ما هسمح باي فيلم انه يشوه او يسيء لمصر. غريبه، مع انك كنت بتنتج الافلام دي بره مصر. الكلام ده ما حصلش، انا شركتي على مدار تاريخها بتقدم فن محترم، انا ليا تاريخ في الانتاج السينمائي وسمعتي معروفه لكل الناس. سنه 2000 بالتحديد شركتك مش كانت مساهمه مع شركه فرنسويه اسمها سي بيلو لانتاج فيلم مصري، والرقابه منعته قبل التصوير؟ مش الميسيو برضه هو اللي كان بيمولك؟ الميسيو؟ انا مش فاهم انت تقصد ايه. افلام اياه اللي كنت بتعملوها بره. انا ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه، انا اسف مش هقدر اكمل كلامي معاك، عندي حاجات اهم بكتير من التخريف اللي انت بتقوله ده. ايوه منى، انت ليه ما جيتيش النهارده المدرسه؟ معلش بقى صحيت متاخر، اصلا صاحيه مخنوقه مش طايقه اقعد في البيت. طب ايه رايك بقى نخرج النهارده سوا مع بعض؟ اه بليز يا عصام، بس انا اصلا مامي مش هتوافق. بالفعل دلوقتي هكلمك بالليل عشان في المدرسه. اوكي باي. انت ما بتردش عليا ليه؟ وطي صوتك، احنا هنا في مدرسه محترمه وانا مدرس محترم. يلا شوفي انت بتعملي ايه. والله ماشي ماشي. ده ايه الجيل ده؟ الراجل ده مهتم جدا بالاعمال الخيريه ومنحاز جدا للمواطن الغلبان، علشان كده انا شايفه من اهم مرشحي الرئاسه، وعايز الفتره الجايه كلنا نهتم بيه ونكتب عنه كتير في الجورنال. وهلال، عايز هلال يكتب عنه كم مقال عن اهم انجازاته ومشاريعه. لا لا لا، ما اعتقدش ان هلال ممكن يوافق انه يمدح حد او يجامله عشان بينشر عندنا اعلانات عن شركاته. هلال ده حد كده عنيد قوي، ده صاحبي وانا عارفه كويس. هلال ده شغال عندي في الجورنال بتاعي، يعني لازم ينفذ كل اللي احنا بنطلبه منه. الراجل ده بيساندنا ولازم كلنا نقف وراه. ماشي مفيش مشكله، انا ممكن اخلي صحفيين تانيين يكتبوا عنه. انا قلت هلال يعني هلال، حاول تقنعه بطريقتك. انتوا مش صحاب ولا ايه؟ ما عشان احنا اصحاب انا مستحيل اطلب منه حاجه زي دي. انا مش قادر افهم يا سامح بيه، انت ليه مصر على هلال بالذات؟ هلال في ناس كتير بتحبه وبتقرا له، علشان كده لازم نستغل ده في مصلحتنا كويس قوي. خد بالك يا دراز، كرسيك ده في كفه واللي انا طالبه منك في كفه تانيه خالص. هلال مش سهل، مش هيوافق. اسمع كلامي. خلاص كويس قوي، يبقى هتضطر تنزل انت المقال عن المرشح الرئاسي بتاعنا وتكتب تحتيه هلال كامل. انا لا يمكن اعمل حاجه زي دي، انا كده ممكن اخسر هلال. تخسر هلال ولا تخسر الكرسي بتاعك اللي قعدت طول عمرك علشان توصل له بتحفه. انا هستنى منك المقال يا دراز، وهصرف لك مكافاه 50,000 جنيه، واوعدك لو المرشح الرئاسي بتاعنا كسب انا هعرف اقنعه ان انت تبقى المستشار الاعلامي بتاعه، وساعتها تبقى في مكانه تانيه خالص. هستنى منك المقال. الراجل ده جاب المعلومات دي منين؟ ده موضوع مات من سنين، وايه الدليل اللي معاه اللي ممكن يثبت كلامه؟ هلال كامل ده مش سهل، انا سالت عنه وعرفت انه صحفي عنيد وبيهاجم في اي حد، يعني لو فعلا معاه دليل مش هيسكت علينا. انت مالك متوتر كده ليه؟ الله، جرايه يا دنيا، ما احنا دافنينه سوا، وبعدين انت عارفه منصبي حساس قد ايه،
ولو تعرف حاجه زي دي هقعد في بيتنا. انت مكبر الموضوع قوي على فكره. كل انسان في الدنيا دي وليه نقطه ضعف. خلينا نعرف هيلاد ده سكته ايه الاول، وبعد كده سهل التعامل معاه. اه ما انت مش فارق معاك سمعتك، كل الناس عارفه انك مع الحريه والتحرر، ولو اسمك جه في الموضوع مش هتتاذي. الخطر الكبير عليا انا والمسيو، لما يتقال ان مشاركوا في حاجه زي دي الناس مش هتسكت، والمسيو كمان لو هلال قدر يوصل له انت عارفه ايه اللي ممكن يحصل دلوقتي وهيأثر على موقفه ازاي. اسم المسيو ده اختفى من سنين ومحدش يعرفه غيرنا، يعني استحاله يوصل له. يا دنيا ده عارف كل اللي عملناه وكانه كان معانا بالظبط، ووصل لنا انا وانت، يعني وصوله للمسيو مجرد وقت مش اكتر. خلاص يبقى بلغ المسيو وهو هيتصرف معاه. ايوه زيزو، انت فين كل ده؟ انت اللي فين يا هيلو؟ انا لسه واصل البيت اهو. اسمع، انا عايزك تخش على النت تدور لي على نص مسرحي اسمه انتحار غير معلن. انتحار غير ايه؟ غير معلن. تدور عليه وتطبعه لي. هتعرف ولا اجي انا بقى اشتغل معاك؟ لا لا ما تقلقش، انا لو اي حاجه وقفت قدامي هكلمك تفهمني. طب ماشي. الو، ازيك يا استاذ هلال؟ انت فين؟ اهلا يا استاذ سميح، خير؟ في حاجه؟ انا عاوز اقابلك ضروري، شغل مهم ومحتاجك فيه. نتقابل بكره في الجورنال؟ لا لا لا، الافضل يكون دلوقتي. قول لي انت فين مكانك وهبعت عربيه تاخدك من المكان اللي انت فيه. استاذ هلال، شهاب باشا محتاجك معاه في الحمله الانتخابيه بتاعته. محتاجني فيك؟ أنا مجرد صحفي في جريدة معارضة. ما تقللش من نفسك يا أستاذ هلال، أنت قامة صحفية كبيرة، وجودك معانا هيكون إضافة عظيمة لينا. أنت هتكون مسؤول إعلامي للحملة. بتهيألي في ناس أكفأ مني ممكن يقوموا بالدور ده. بلاش تواضع يا أستاذ هلال، على فكرة أنا متابع جيد لمقالاتك ولحملاتك الصحفية ضد الفساد، وعارف إنك معارض للنظام الحالي. أنا مش معارض للنظام، أنا معارض لأي غلط بيعمله أي نظام، سواء نظام سابق أو حالي أو مستقبلا حتى. جرايا يا أستاذ هلال، هو إحنا مش عاجبينك ولا إيه؟ أنت صحفي كبير وعارف أسرار المطبخ السياسي كويس قوي، وأكيد عندك دراية بالأخطاء اللي وقع فيها الحكومة دلوقتي. وليكن، الأخطاء دي أدي إحنا بنتعلم منها وهي مرحلة وبتعدي. أفهم من كده إنك رافض لفكرة ترشحي؟ أنا لسه ما عرفتكش كويس، ولازم تعرف ان انا لو وافقت على العرض بتاعك ده وشفت فيك اي حاجه غلط هكون اول واحد بنشرها وبكتب عنها. موافق جدا، وهو ده المطلوب. انا عايز اصارح الناس بكل حاجه عني، العيب قبل الميزه، وعشان كده اخترتك انت بالذات. انا برنامجي الانتخابي اتعمل بعد ما عملنا دراسات كتير قوي لنماذج ناجحه في دول تانية، واهم حاجه بتميزه الشفافيه. طب انا محتاج وقت افكر فيه، حاجة زي دي مش سهل إن الواحد ياخد فيها قرار بسرعة. طب مش تسمع باقي العرض الأول؟ أنت هتكون واحد من القائمين على الحملة بتاعتي، ومن دلوقتي لغاية ميعاد الانتخابات مرتبك هيكون 20,000 دولار في الشهر، كويس؟ 20,000 دولار؟ آه، مش شايف إن المبلغ ده كتير شوية؟ ده تقديري للناس اللي بتشتغل معايا؟ عموماً الفلوس مش هي اللي هتخليني أقبل أو أرفض. هنزله. Thank you.
ازيك يا استاذ هلال؟ ربي كنت عايز ادردش معاك في موضوع صغير كده، يعني عايزين منك خدمه صغيره. خدمه مني انا؟ اؤمر. سميح البجوري، مش فاهم. يعني كنا عايزين كده تجمع لنا عنه شويه معلومات كده يعني. وعايزين معلومات عنه ليه؟ انت عارف ان هو يعني في شويه قلق كده حواليه، تمويلات من بره، وغير ان هو بيدعم حمله المرشح الرئاسي. وانتوا مش عايزين بقى المرشح ده ينجح؟ لا 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 يا استاذ هلال، احنا مش شغلتنا ان احنا نحدد مين اللي ينجح ومين اللي يسقط. احنا بس عايزين نتاكد اذا كان تاريخه نضيف ولا لا، اذا كان يؤتمن على الشعب ولا لا. بس طيب انا وعدك اي معلومات حاضر اجمعها عنه هقولها لك اول باول. اشكرك. تذكرت في كل ارقام تليفوناتي، اول ما توصل لحاجه انا هنتظر تليفون من حضرتك. استاذن انا. اتفضل. روبي. ايوه زيزو، طبعت النص اللي قلت لك عليه؟ اهو. طب كويس كويس. بقول لك ايه؟ انا عايز معلومات عن شهاب حامد المرشح الرئاسي. عايز اعرف راي الناس فيه قبل ما اكتب عنه. ماشي، بس كده الحساب هيتقل. ها؟ معلش. برضه مفيش أي دليل في النص. خير يا بابا؟ مالك فيه إيه؟ ما أنت لو فالح كنت سألتك يمكن تفيدني. طب ما تجرب. مريم اتكلمت عن مسرحية انتحار غير معلن، وقبل ما تذكر الاسم قالت بالأدلة، يبقى أكيد في حاجة مهمة. كلمت زيزو طبعها وقريتها، ما لقيتش فيها ولا كلمة تفيدني في القضية. طب يمكن قصدها على مسرحيات عرضت واتصورت مش مطبوعة؟ قلبت النت اتضح ان النص ده ما اتعرضش اساسا. طب يمكن تقصد نسخة مطبوعة وهي شايلها عندها؟ بس انا رحت شقة مريم ودورت في المكتبة ما لقيتش ورق، يبقى اكيد الورق متشال في مكان تاني. ساعتها افتكرت طهفي لأنه كان من أحد ضحاياه الأدلة الجنائية، وكانت نهايته انتحار غير معلن. راح فين يا بابا؟ Thank you.
المسيو وعدني بفرصة حقيقية أظهر فيها موهبتي للناس بعد ما كنت بمثل أدوار سنوية ملهاش أي معنى، وداني دور البطولة قدام مريم رياض، وبدأنا نعمل بروفات للفيلم في شقة مريم. وقتها استغربت تصرفات المسيو معايا لحد ما عرفت التمن اللي عايزه مني. اتصدمت، ما عرفتش اتصرف، بس ما لقيتش حل تاني قدامي ووافقت. وافقت على امل لما امثل في الفيلم والناس تعرفني ما بقاش محتاج له. لكن لما رفضت استمر في علاقتي بيه اتخانق معايا وجاب شاب تاني للدور بدالي. حاولت اشتغل مع اي شركه تانيه، لكن اكتشفت انه موصي كل اللي يعرفهم انهم ما يشغلونيش. ما لقيتش سبب اعيش عشان احترامي لنفسي راح، والفرصه اللي كنت مستنيها طول عمري ضاعت. حسيت ان دي لازم تكون النهايه. عايز اصارح الناس بكل حاجه عني. العيب قبل الميزه. المرشح الرئاسي شين حا، صاحب الميول الشاذه اللي انت كاتبه ده يا هلال. المسيه طلع هو شهاب حامد. شهاب حامد اللي ناس كتير مخدوعه فيه بشعاراته كدابه عن الحريه، مع انه هو مش عايزها حريه، هو عايزها مهله بيا. وانت عايز ننشر الكلام ده؟ من حق الناس انها تعرف كل حاجه عن الشخص اللي كان ممكن تنتخبه. لو خايف تنشر ده، انا مستعد امضي لك اقرار على مسؤوليتي. عيب يا هلال، هو احنا في بينا الحاجات دي برضه؟ طيب امشي انا دراسه. هلال كامل كان لسه عندي دلوقتي سلم لي مقال بيفضح فيه المرشح الرئاسي شهاب حامد. ايه انت بتقول ايه يا دراز؟ اوعى تعمل حاجه زي كده، الكلام ده ما ينزلش، والمقال اللي انا طالبه منك هو اللي اتنشر. ايه ما تعتبر نفسك مرفوض، وانت فهمني كويس يا دراز. حاضر حاضر يا سميح بيه. خد المقال ده سلميه في المطبعة، خليهم ينزلوه في الصفحة الأولى. حاضر يا أستاذ. ما خلاص بقى صابرين، ما أنا تأسفت لك. في عريس يسيب خطوبته تروح تدفع فلوس أوضة النوم لوحدها؟ ها؟ يا أخي دي أهم حاجة في الجواز أوضة النوم. لا، أهم حاجة في الجواز إن احنا نبقى مع بعض طول العمر. يعني احنا هنبقى في الشارع؟ ما احنا اكيد هنبقى في اوضه النوم. واحنا نقعد طول العمر في اوضه النوم؟ مش انا قلت لك ان انا كان عندي شغل؟ يعني انت مره تسيبني واقفه في الشارع بالساعه والساعتين، ومره ما تجيش اصلا. خلاص يا حبيبتي، اللي حصل حصل، وخلصت شغلي وجيت وهنقعد نتعشى سوا. اه انت جاي تاكل بقى، جعان وكده. يعني امشي؟ لا تمشي فين؟ يا اوفا انا ما بصدق اشوفك يا اوفا. شفتي يا حبيبتي وانت بتقولي اوفا كده بتبقي لطيفه ازاي؟ يا حبيبتي طبعا. لحظه، مين بقى اللي بيكلمك؟ مين ده اللي بيكلمك؟ انا اعرف منين؟ هاتي بس هاتي. اه طبعا، ما انت عايز ترد على الهانم اللي بيكلمك. هانم ايه بقى؟ بطلي الكلام الفاضي ده، هاتي اما اشوف مين. افتح السبيكر. ايوه مين؟ افتح السبيكر. حاضر حاضر افتح السبيكر.
ايوه مين؟ انا هلال كامل، عايز اقابلك دلوقتي. طيب ما ينفعش ناجل ميعادنا لبكره يا استاذ هلال؟ عرفت لك مين اللي بيمول الجريده؟ انا جاي لك حالا يا استاذ هلال. حالا فين يا حيلتها؟ رايح فين يا حيلتها؟ ايه ده وايه حيلتها دي؟ ايه الكلام ده؟ هو انت مش حيلتها ولا هي عندها حيله ثانيه غيرك؟ لا يا ستي انا حيلتها وما عندهاش اي حيل ثاني غيري. معلش يا حبيبتي بس ده معاد شغل مهم جدا، هنعمل ايه؟ لازم نفضل صابرين يا صابرين. والله يا بولي ما تعمليش العشاء يا ماما. دي صور لشهاب مع الممثل اللي انتحر. قصدك ان شهاب؟ انا متاكد ان شهاب هو ورا اللي حصل في الحفله، وبما ان سميح هو اللي وصلني بيه يبقى ما نستبعدش يكون هو الممول الخفي بتاع الجريده اللي انتوا بتدوروا عليه. دي معلومات في منتهى الخطوره هلال بيه، بس لازم دليل قوي عشان الناس ما تطلعش تقول لك ان احنا بنلفق له تهم. الله، والجواب والصور دول مش دليل؟ علاقته بشركة سيال بلو الفرنساوية مش دليل؟ كل ده مش كفاية، مفيش ورق يثبت علاقته بشركة سيال بلو. ورق ايه؟ وانتوا بيفرق معاك ورق؟ سهل جدا تقبضوا عليه، البلد فيها قانون طوارئ. وتعمل منه بطل وتخلي الناس تهتف باسمه هلال بيه؟ احنا لازم نتفق على طريقة نكشف بيها الناس دي. ايه يا دراز؟ هتبيع صاحب عمرك عشان الفلوس والمنصب؟ ازاي تقبلها على نفسك انك تشوه اسم صديق عمرك؟ ازاي؟ كل ده عشان ايه؟ عشان مكافأة ملهاش اي لازمة؟ ما ينفعش يكون ده رد الجميل لهلال بعد العمر ده كله. فوق يا دراز، فوق، الحق صاحبك. ايوه يا مراد، في مقال عندك لهلال كامل، شيله من العدد بتاع بكره. اشيله ازاي؟ العدد خلاص الطبع. طبع؟ ازيك يا عماد؟ هلال موجود؟ نزل راح مشوار. ده انا كنت عايزه في حاجه مهمه قوي. طيب ما حضرتك ممكن تكلمه على الموبايل؟ اه صح، فاتتني ازاي دي؟ مش عارف. جراي يا عمد، جراي يا اخي، هو انا ناقصك؟ ما انا اكيد طلبته وما ردش. طيب انا هجرب اكلمه. جرب جرب. بيردش برضو. لو في حاجة ما تقولي يا أستاذ دراز، أنت كده قلقتني. لا لا لا، تقلقش خالص، خير إن شاء الله. أهلا 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 وسهلا، أكيد جايب لنا معاك خبر سعيد. لسه كنت بقول لبهاء مش ممكن استاذ هلال يتخلى عننا. هتخلى عنكم برضه؟ معقول؟ بقى ثابت منتج الفيلم، والميسيو الممول الخفي، ناقصكوا دنيا ظافر وطارق فاروق. طارق؟ واضح ان صاحبك كان عنده حق لما قال عليك مش سهل. صاحبي مين؟ دراز، رئيس تحرير الجريده اللي انت بتشتغل فيها واللي انا بمولها. شكله نسي يقول لك انه استفاد كتير قوي من شغله معانا، وانه بياخد مرتب ما كانش يحلم بيه. اه، هو دراز عارف اللي انت اللي بتمول الجريده؟ برضه ما بيردش، انا خايف يكون جراله حاجه. وحضرتك عارف حاجه ومخبيها علينا؟ ايه يا جماعه جو الافلام اللي انتوا عايشين فيه ده؟ هو هيلو كده لما بيكون في الشغل ما بيركزش في التليفون. لا يا استاذ هلال، دراز ما يعرفش ان انا مصدر التمويل للجريده. بس انا عايز اسالك سؤال، انت جبت المعلومات دي كلها منين؟ مش مهم جبتها منين، المهم ان العدد الطبع والتنويه نزل،
ولا انت ناوي تمنعني من الكتابه في الجورنال؟ بالعكس، اكتب براحتك، ده انا حتى نبهت على سميح انك تستمر في مقالاتك لانها حققت مبيعات هايله. يعني هتخليني هجمك في الجورنال بتاعك؟ هي دي الديمقراطيه اللي احنا بنحلم بيها؟ مين قال بس انك هتهاجمني؟ في مقال هينزل في الصفحه الاولى باسمك بتتكلم فيه عن انجازاتي. مقال ايه؟ انا ما كتبتش حاجه. دراس صاحبك كتبه بدلك، يعني انت دلوقتي قدام الناس بقيت معايا وبتساندني، ولو فكرت تهاجمني هتبقى في نظر الناس كذاب. بيني وبينك انا بفكر ان جورنال نبض الشعبي يبقى همزه الوصل بيني وبين الناس. عارف يا هلال، انا الفتره اللي جايه عايز ابقى قريب قوي من الشعب، والجورنال ده لازم يبقى رقم واحد في المبيعات. وطول ما انت مستمر في فضايحك اللي بتنشرها، متابعين الجورنال هيزيدوا، لاننا مع الاسف بقينا بنعشق الفضايح. خلقنا كشعب بقت وحشه قوي. والنبي سيب الشعب في حاله وما تكلمش انت عن الاخلاق، ولا انت نسيت فضايحك مع طارق فاروق اللي انت قتلته؟ انا ما قتلتش حد، طارق هو اللي انتحر. ما مريم رياض انتحرت برضه. بص يا هلال، انا بمول الجريده والجورنال، بس موت مريم وانتحار طارق انا ماليش علاقه بيهم خالص. والله بقى دي مش شغلتي، دي شغله النيابه. طب تعالى نتفق، انا هسيبك تنشر المقال اللي انت سلمته للدراسه، وكل اللي هتعمله بدل ما تكتب شين حا هتزود نقطة وتكتب شين خا. بس كده الناس هتفتكر ان احنا نقصد شوقي خيري رئيس حزب الحياة. تبقى الناس نيتها وحشة قوي. وبعدين انا عرفت ان هو هيرشح نفسه في الانتخابات، يعني هيزاحمنا في الاصوات، يبقى نرتاح منه ونخلص. يعني اللي مطلوب مني ان انا احط نقطة فوق الحا. بالظبط كده، وشوف المبلغ اللي انت عايزه، وانا بقدر اللي بيقف في ظهري. 1,000,000 جنيه وتغير الحرف. اغير حرف بمليون جنيه بس؟ انتوا الظاهر ما تعرفوش سعر الحرف بقى بكام في السوق دلوقتي. نخليهم 3,000,000. ابيع ضميري عشان 3,000,000. 5,000,000 جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بهاء. لا، انا اخد فلوسي كاش. اوكي يا هلال، بكره فلوسك تبقى جاهزه. ايوه دراس، انت فين يا هلال؟ انا كلمتك كتير وما بتردش. هلال انا عايزك ضروري، على فكره انا عندك في البيت. تسلم ايدك على المقاله دراس. سميح قال انك انت ابدعت فيه. لا، انا حاولت الحق. هخلص واكلمك. عملت ايه يا استاذ هلال؟ طمني. ده التسجيل، في اعتراف لشهاب ان هو عرض عليها رشوه، وان هو ورا تمويل الافلام اياها، وهو اللي بيمول الجريده كمان. شهاب ما يقدرش يمول الجريده لوحده، شهاب اكيد بيجيله تمويلات خارجيه بتدعمه يا استاذ هلال. والله دي شغلتكم انتوا بقى. انا ماليش دعوه بالحاجات دي. لا ازاي بقى؟ طب ده فاضل اهم حاجه. ما هو اصل احنا يا استاذ هلال لو مسكنا شهاب دلوقتي الراي العام هيتقلب علينا، وهيتهمونا ان احنا بنلف قضايا المعارضين للنظام. طب وايه المطلوب مني؟ ابدا. برنامج تلفزيوني صغير، حضرتك هتطلع تتكلم فيه وتقول كل اللي عندك، وتذيع كمان نسخة من التسجيل ده. ساعتها بقى ولا حد هيقدر يلومنا ولا حد يتكلم معانا. بس في حاجة، دراز كتب مقال باسمي بيمجد فيه شهاب، والعدد نزل في السوق دلوقتي. والله. طب وازاي هو يعمل حاجة زي كده؟ مش مهم ازاي دلوقتي، المهم ان انا لو طلعت وفضحت شهاب واللي معاه، الناس مش هتصدقني. طيب، انا هحلها دي. ايه هتعمل ايه؟ هبلغ رجالتنا يوقفوا ببعض العدد، والنسخ اللي اتطبعت فعلا يتمنع توزيعها وتتحرز. ماشي. مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. ضيفنا النهارده هو الكاتب الصحفي الكبير والمعارض الاستاذ هلال كامل. استاذ هلال كان نوه من خلال صحيفته نبض الشعب عن قضيه فساد جديده. القضيه قال انها تخص احد مرشحي الرئاسه.
نهاردة الأستاذ هلال قصني وقص برنامج هنا العاصمة بالكشف عن تفاصيل هذه القضية، لكن كما اعتدنا وتعلمنا منه أستاذ كبير الحقيقة في المهنة وفي الصحافة، فإن كل قضايا الفساد قبل الكشف عنها لابد أن تكون بالأدلة والوثائق. معانا النهاردة في الاستوديو للكشف عن هذه القضية الأستاذ هلال كامل. أستاذ هلال أهلا بك. أهلا بك يا فندم، على فكرة أنا بحب حضرتك كتير يعني، أشكرك، ودائما أحب أشوفك في التلفزيون. أشكرك والله. وسلمي لي على الأستاذ عمرو أديب. حاضر. الحقيقة يعني وقولي له يبطل محشي ومكرونة بالبشاميل. حاضر. يا ريت يعني. حاضر. خليني أبدأ على طول وأسأل حضرتك، مين مرشح رئاسة اللي بتقصده في تحقيقاتك الصحفية؟ المرشح هو شهاب حامد، وهو الحقيقة عرض عليها فلوس كتير عشان أمسك له الحملة الانتخابية بتاعته، بس أنا رفضت. ورفضت ليه؟ أنا هقولك، هو أصله كان ورا الحفلة اللي ترفع فيها علم الناس اللي مش متظبطين دول. يعني مش متظبطين ازاي يعني؟ اللي هم كده. ده كلام خطير، ده كلام على مسؤوليتك يا استاذ هلال. انا معايا تسجيل شهاب حامد بيعترف فيه انه بتلقى تمويل من الخارج، ومتورط معاه كمان دنيا ظافر وبهاء ثابت وسميح الباجوري. وأظن أن التسجيل ده موجود معانا، جاهز يا شباب التسجيل نعرضه دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ طيب خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع تاني. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي أنا ما قدرتش أعمله. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع تاني. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي أنا ما قدرتش أعمله. بقى ثابت منتج الفيلم، والميسيو الممول الخفي. لا يا أستاذ هلال، دراز ما يعرفش أن أنا مصدر التمويل للجريدة. بقى ثابت ده هو المنتج اللي كان عايز يعمل فيلم ينشر فيه الشذوذ الفكري، والرقابة منعته. الغريب ان الحكومة بدل ما تعاقبه عينته رئيس جهاز السيما. انت ازاي تدخل عليا من غير استئذان؟ اتفضل معنا. طب تعالى نتفق، انا هسيبك تنشر المقال اللي انت سلمته للدراسة، وكل اللي هتعمله بدل ما تكتب شينحة هتزود نقطة وتكتب شينخة. بس كده الناس هتفتكر ان احنا نقصد شوقي خيري رئيس حزب الحياة. تبقى الناس نيتها وحشة قوي. يا سميح، وبعدين انا عرفت ان هو هيرشح نفسه في الانتخابات، يعني هيزاحمنا في الاصوات، يبقى نرتاح منه ونخلص. يعني اللي مطلوب مني ان انا احط نقطه فوق الحق. بالظبط كده، وشوف المبلغ اللي انت عايزه، وانا بقدر اللي بيقف في ظهري. 1,000,000 جنيه وتغير الحرف. اغير الحرف بمليون جنيه بس؟ انتوا ازاي ما تعرفوش سر الحرف بقى بكام في السوق دلوقتي؟ نخليهم 3,000,000. ابيع ضميري عشان 3,000,000؟ 5,000,000 جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بقى. شابين حسن امر يا فندم. انا لازم اسافر حالا، احجز طياره على اي بلد. تحت امر سعد. خمسة مليون جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بقى. الله يخرب بيتك يا هلال. الله يخرب بيتك يا هلال. في ايه يا جمال؟ في ايه؟ صوتك واصل بره. ابوك ده هيودينا كلنا في داهيه. بس كده الناس هتفتكر. هو ده اللي مضايقك؟ اخص عليا، وانا اللي كنت فاكر حاجه تانية. حاجه تانية ازاي يعني؟
يعني تكون نجلة مزعلك ولا حاجة. لعلمك هي لو فكرت بس انها تزعلك انا مش حاسبها. امال كل اللي زعلك مش مرتاح لك؟ برد اعصابك ده مش مطمني يا غادة. ده انت ما تنرفزتيش ولا لحظة من ساعتها. ما انا قلتلك قبل كده يا جمال انا عقلة، يعني ولا هخبط راسي في الحيط ولا هشد في شعري. انا اصلا جو طلقني طلقني بتاع الافلام ده انا ما بحبوش. اقسم بالله ما بحبها، وكل اللي بيني وبينها مصالح وشغل وبس. مش مصدقاني؟ هاتيلي مصحف احلفلك عليه. لا اخس عليك، مصحف ايه؟ ده انت حتى مش متوضي. وعموما انا مصدقك من غير حلفان. نجحت الجهات الامنيه في القبض على شهاب حامد المرشح الرئاسي ورجل الاعمال المعروف بعد ان ثبت تورطه في قضايا تمويلات اجنبيه من جهات خارجيه لتنفيذ مخططات واجندات دوليه تضر بالصالح العام وتروج للافكار الشاذه. وعلى اثره تم القبض على مجموعه من المتورطين معه، وهم بهاء ثابت رئيس جهاز السينما، والمخرجه دنيا ظافر، وسميح البجوري رئيس مجلس اداره جريده نبض الشعب. اهدى اهدى، الله يخرب بيت ابوك، الله يخرب بيت ابوك، بتعملوا ايه؟ الله يخرب بيت ابوك. اهدى اهدى اهدى، ينعل ابوك ينعل ابوك بقى. يا خبر اسود، دول قبضوا على شهاب حامي. ليه؟ ولا هو عشان مش على مزاجهم؟ الراجل ده كان كويس وانا كنت بحبه. ما بيبصوا له كده ليه؟ الراجل طلع شمال وده واقف في وسط القهوه عمال يقول انا بحبه. شمال؟ لا انا بكرهه، ما بطيقش اسمع سيرته، ده يستاهل ضرب الجزم. هي وصلت انك انت تكتب مقال وتنشره باسمي؟ ما انا لو طلبت منك ما كنتش هتوافق. وسميح جه وهددني بان هو يفصلني من الجريده. كنت عايز نعمل ايه يا هلال؟ اضحي بتعبي وشقايا وسنين عمري في الجرنان؟ ايه؟ انا حاسس انك انت زي ما كنت بعرفك لاول مره. انت اتغيرت ليه؟ البلد نفسها بتتغير، كل حاجه حواليك بتتغير. انا اضطريت اعمل كده عشان اعيش. كلنا عايزين نعيش. اللي مات من المواد المسرطنة كان عايز يعيش، واللي اتقتلت عشان كتبت كلمة حق كانت عايزة تعيش. بس بقى يا أخي، بس بقى، أنت لسه ما زهقتش من شعارات الكذابة دي؟ لسه مش شايف الحقيقة؟ 35 سنة شغل وحب في الوطن، وآخرتها تلاميذنا بقوا ماسكين مناصب مهمة قوي في البلد، وإحنا الجيل اللي اتفرم عشان بيقول كلمة حق. احنا الجيل اللي شعره شاب ولسه محله سر. انت ايه اللي كسرك كده؟ الفلوس؟ الفلوس عمرها ما بتعمل بني ادم. عارف اللي مهون عليا كل ده؟ اني فقت نفسي لما حسيت انك هتتأذي. ساعتها بس قررت ان انا ما اكملش في الطريق ده، واقف. وقتها لقيت دراز بتاع زمان. بس انت طول عمرك اجدع مني. والله حقك عليا يا هلال، ما تزعلش. في ايه يا حضرتك؟ ده بوس بس. صدر امر بوضع الجريده تحت الحراسه. مين فيكم رئيس تحرير؟ انا رئيس تحرير. حضرتك مطلوب للتحقيق، اتفضل معانا. حاضر. ما تخافش مش هسيبك. من فضلك انتوا واخدينه على فين؟ اسمع يا عبدين، هو ايه اللي حصل يا استاذ هلال؟ روب بيه، دراز قبضوا عليه. اهدى بس يا استاذ هلال، انا هتصرف. هو المستشار القانوني بتاع الجنرال فين؟
لا، الاستاذ عبد الوارث زمانه بيحتضر دلوقتي، ده واخد اجازه شهر ومرضي بقاله 3 شهور، ما اعتقدش ان هو هيسعفنا في حاجه، ده بيلبس روب المحاماه بيهنج. بيهنج؟ لما بيلبس الروب بيهنج؟ استاذ هلال تحب اكلم بابا؟ لا لا لا، انا هتصرف هنا. ايوه عماد، ده راز اتقبض عليه. ده راز رئيس التحرير يا اخي. كلم غاده خليها تلحقه على اسم عبدين. ما انت عارف اللي حصل بيني وبينها، ما اعرفش اكلمها انا دلوقتي. خلاص يا بابا انا هتصرف. مع السلامه. نعم. استاذ هلال هتعمل ايه؟ كل واحد يشوف شغل. انا هروح مشوار اشوف ايه اللي حصل. احنا مش هنقفل الجريده. الشغل ضابطل من زمان. خصوصا جريده نبض الشعب ليها قراءها وحققت رواج الفتره الاخيره. مظبوط يا فندم. خصوصا بعد مقالات هلال كامل، فعلا المبيعات زادت جدا. بس وحضرتك بتفكر في ايه؟ في رجال اعمال كتير بيحبوا يبقى ليهم منبر اعلامي وصحافي يتكلموا من خلاله. احنا هنعرض الجريده على واحد منهم يستمر في تمويلها. احسن ما نقفلها فعلا، احسن بكتير. خصوصا بتوع الحقوق بقى والحريات والكلام ده ما هيصدقوا واحنا داخلين على انتخابات رئاسه. ولو تكون من غير انتخابات كمان يا رؤوف. طيب دلوقتي لازم نفكر في رئيس تحرير جديد بدل اللي كانوا حاطينه. هنا الكامل. بدات تقرا دماغي كويس. ادخل. احنا ما اتفقناش على كده يا فؤاد بيه. دراز ملوش دعوه باللي حصل. ما ينفعش يروح في الرجلين. اطمن، دراز بيتحقق معاه. هتتاخد اقواله كاجراء طبيعي. بعد كده هيرجع الجريده ويكمل شغله عادي جدا. هو بس في تغيير واحد. تغيير ايه؟ ادخل. في محاميه بره جايه للاستاذ يا فندم. خليها تتفضل. اتفضل يا استاذ. غادة كامل حاضرة مع الأستاذ دراز. الموضوع مش مستاهل يا أستاذ غادة. احنا خدنا أقوال الموضوع خلص خلاص، يقدر يروح حل. اتفضل امضي على أقوالك. حاضر. لما هو الموضوع بسيط والحكاية مش مستاهلة يعني. كان ليه الأستاذ هلال بيخلي عماد يكلمني عشان أسيب شغلي ولا ورايا واجب؟ مش ممكن. ايه هو ده؟ كيف عنده غاوي سبب لي قلق في حياتي؟ اهدي اهدي. عارفه يا غاده، انت بتفكريني بنفس زمان لما كان ابويا لسه عايش. ابويا مات وانا في اولى جامعه الله يرحمه، وما كنتش بطيء تصرفاته ولا افعاله ولا اراءه، وكنا على طول مختلفين. ده انا حتى مش فاكر حاجه واحده اتفقنا عليها، وطول الوقت كان فيه بينا مشاكل. لكن بعد ما مات حسيت ان ظهري انكسر لدرجه ان انا كنت بمشي في الشوارع اتلفت ورايا خايف لحد يجي من ظهري ويأذيني. كنت طول الوقت حاسس ان ظهري مكشوف. ما هو اللي حميني مات، وبعد شويه من موته كده افتكرت كل الحاجه اللي احنا كنا مختلفين فيها. فكرت فيها كويس، اكتشفت ان هو كان عنده حق وانه كان صح، وان كل اللي قاله وعمله كان لمصلحتي. اقولك على حاجه غاده، بس ما تضحكيش عليا. اوقات كتير بحس ان هلال زي ابويا. والله بيحبني، وطول الوقت بيخاف عليا وعلى كل اللي حواليه. الحقي حضن يا بنتي، الحقي حضن ابوك يا غاده، قبل ما يجي اليوم اللي تحس فيه ان ظهرك انكسر. أنا عندي ميعاد ولازم أمشي عشان ألحقه. عن إذنك. إيه المفاجأة الحلوة دي؟ هو أنت ما رحتش الشغل ولا إيه؟ لا للأسف ما رحتش. انت كنت خارجة ولا ايه؟ رايحة المعرض. في حاجة يا حبيبي؟
مش مطمن انا لغادة وتصرفاتها. ليه؟ في حاجة حصلت؟ ما هو ده اللي هيجنني، ان مفيش حاجة حصلت. المفروض واحدة زيها وفي موقفها تكون قلبة الدنيا، خصوصا ان هي شخصية عصبية جدا. غادة مش غبية عشان تعمل كده. غادة عارفة انت مين ومركزك ايه، وعارفة كويس قوي انه اي كلام في مواضيع زي دي هيأذيك ويأذيها. يأذيني دي انا فاهمها، لكن يأذيها ازاي؟ هي عارفة كويس قوي ان الشهرة اللي عملتها كمحامية انت السبب فيها. سيبك بقى من جو الشطارة اللي هي رسمها ده. اوقات كتير بحس ان هلال زي ابويا بيحبني، وطول الوقت بيخاف عليا وعلى كل اللي حواليه. الحقي حضنه يا بنتي، الحقي حضن ابوك يا غادة، قبل ما يجي اليوم اللي تحس فيه ان ظهرك انكسر. ده ايه الناس اللي يتقبض عليها وتخرج في نفس اليوم دي؟ ها؟ انت عندك واسطة كبيرة الظاهر. انت تعرف هلال كامل؟ اسكت يا هلال، ده انا قلبي وقف رجلي. الله، انت اللي بعت لي غدا؟ انا كلمت عماد يبعتها لك. وانت ما جيتش ليه؟ يعني كنت بطمن على الجريدة. الجريدة هتتقفل يا هلال، صح؟ هي مش هتتقفل، يعني هي زي ما تقول كده، يعني هيحصل تغيير. يبقى اكيد هيجيبوا حد من النقابه يقعد مكاني على الكرسي. لا، هما مش هيجيبوا حد من النقابه، هما هيجيبوا حد من هنا. انت هلال مش كده؟ انا عمري ما حبيت الكرسي ده عشان ما تصبنيش لعنيته واحس ان انا اعلى من البشر، واللي يعلى على الناس عمره ما يحس بيهم. عشان كده بكتب لهم الكلام اللي نفسهم يقولوه مش قادرين. تقصد ايه يا ليلي؟ ان انا مش حاسس بالناس؟ عمرك حسيت باب وام يصحوا الفجر يلبسوا عيالهم ويعملوا لهم سندوتشات المدرسه وينزلوا ياخدوا توك توك في عز برد الصبحيه وبعد كده يتحشروا في اتوبيس او في مترو عشان يروحوا شغلهم؟ اللي بيقعدوا على الكرسي ده بيدوا ضهرهم للناس، ما بيسالوش في حد